السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، عرض حوثي مغر لرفع الحصار عن إسرائيل، وإلى التفاصيل. أعلنت سلطة صنعاء اليوم الخميس عرضا لرفع الحصار عن ميناء إسرائيلي مقابل تنفيذ كيان الاحتلال الإسرائيلي شردا وحيدا. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في تدوينة على إكس في ميناء أم الرشراش الفلسطيني المفلس والمحتل: نقول للعدو إذا سمحتم بدخول مساعدات إلى غزة، وعلى رأس الأولوية دخول المساعدات شمال غزة، بقدر سماحكم لدخول مساعدات سيسمح الجيش اليمني المجاهد بوصول كميات مماثلة إلى الميناء المحتل. واختتم قائلا: الكرة في مرماكم والبادئ أظلم. أمانة عرض ضخم، يعني هندخلهم سجون بقدر ما يدخلوا من مساعدات إلى شمال غزة. طبعا الإسرائيلي لن يوافق، يعني أنتم دارين لأنه خصم لدود وعدو حقود ولئيم ومجرم، مجرم حرب بامتياز. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.